السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حلوين؟ هنعمل احلى فنجان قهوة بالاوريو تشوكلت الجميلة جدا، طعم بجد حلو قوي، لازم تجربوه بعد الصلاة. لازم ناخد حاجة كده تعوض الطاقة اللي احنا بذلناها. هيعجبكم جدا، فنجان قهوة بجد طعمه يجنن، وكمان مع تمرة او 3 تمرات سنة على الرسول عليه السلام. بجد هيبقى يعني هيدينا طاقة كبيرة جدا لحد السحور. تعالوا بينا يلا نبدأ نشوف احنا عملنا فنجان القهوة اللي بالأوريو ده ازاي، طعمه يجنن. لازم ندخل نشوف الفيديو للآخر. دلوقتي معايا فنجان القهوة اللي انا هشرب فيه، حاطة فيه مقدار المية بتاعتي. معايا شوكولاتاية أوريو، طبعا ممكن تكون الملكة العادية اللي هي بالحليب، ومعايا معلقة من البن، وطبعا اللي حابب بيحط سكر ممكن. انا دلوقتي هفتح الشوكولاتة بتاعتي بالشكل ده كده، هحاول بس اقسمها. سامعين بقى صوت البسكوت كده مع الشوكولاتة؟ يعني الصوت لوحده بجد كفاية. عايز اقول لكم فنجان القهوة ده بعد صلاة التراويح بجد مع تمرايه كده، يعني بنسي الدنيا كلها، بنسي تعب اليوم كله، بجد حلو جدا، لازم تجربوه. دلوقتي هعمل ايه؟ دلوقتي في كنكه القهوه بتاعتي، انا بحب جدا اعملها في الكنكه الالومنيوم، وطبعا دي حريه شخصيه زي ما احنا حابين نعملها. ومعايا معلقه من البن، اي نوع بن انتوا بتفضلوه، وطبعا اللي حابب يحط سكر يحط، بس انا هحط الشوكولاته بتاعتي فمش هحط سكر بالشكل ده كده. هسيب بس الاتنين دول احطهم على الوش. دلوقتي على اعلى نار عندي، احنا متعودين دايما نعمل القهوة على اهدى نار، لا جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. وهنقلب في اتجاه واحد، يا اما يمين يا اما شمال، على اعلى نار وعلى اكبر عين بالشكل ده كده. هفضل اقلب فيها لحد ما الشوكولاتة تسيح وكمان القهوة بتاعتي تبتدي تفور. زي ما انتوا شايفين التقليب مستمر في نفس الاتجاه على نار عالية جدا، وهتطلع بوش كبير جدا. وما تخافوش وجربوا الطريقة دي وقولوا رأيكم في الكومنت. وكمان ممكن القهوة التركي العادية بتاعتنا من غير شوكولاتة طبعا، من غير اي حاجة، بيطلع وش لحد اخر بق، والوش بيبقى موجود معانا من غير ما بيسقط ومن غير ما بيخلص من اول شفطتين. لا بجد طريقة حلوة جدا وسهلة جدا. شايفين الوش ابتدى يتكون، كل ما بنقلب كل ما الوش بيتكون وبيتقل وبيبقى معانا الكمية اكبر. اول ما تبتدي تفور هشيلها من النار على طول. بصوا شايفين كده، خلاص بقت جاهزة معايا. دلوقتي بقى القهوة بتاعتي بقت جاهزة معايا، شايفين قد ايه لونها وطعمها حلو جدا جدا. ودول كده هيسقطوا في تحت، بس اخر بق من القهوة هيبقى طعمه كله شوكولاتة. عايزاكم تجربوا فنجان القهوة ده بعد صلاة العشاء، ان شاء الله بإذن الله يعجبكم جدا، ويكون طعمه حلو جدا جدا. يا رب اللي يعجب الوصفة يعمل لايك ويقول لي رأيه كمان في الكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله.